نداء للأقصى من بغداد إلى طوفانه في القدس، هكذا كانت رسائل الشعب العراقي إلى المقاومين في فلسطين. اليوم من نجي نباوع هاي العملية رفعت رأس العرب، عادت الثقة بالداخل، الداخل السياسي والداخل المقاومة نفسه، انه احنا العرب عندنا ارادة ونقدر نسيطر ونقدر ناخذ حقنا. خرجت هذه الحشود الملايين ضد العدوان الغاشم الصهيوني وكذلك والدعات الديمقراطية امريكا وبايدن ضد الاضطهاد والقتل العشوائي ضد ابنائنا في فلسطين وكذلك الحصار ضد غزة. هذه العملية النوعية اثلجت قلوب العالم وخصوصا العراقيين ومن هنا من ساحة التحرير نقول لهم معكم بوركتم ان الله سبحانه وتعالى وعدكم بنصره وانه منجز لكم وعده، قلوبنا معكم، دعاؤنا معكم، ايدينا مرفوعة بالدعاء اليكم، رحم الله شهداءكم، شاف الله جرحاكم، والنصر قريب ان شاء الله.